حضن ابويا اللي بستخبى فيه، بس لما سافرت رجعت واحد تاني معرفوش، والدنيا خدتك مني يا سيد. الدنيا اللي انت داخلها دي ملهاش حساب. مش بقولك ابعدي عنها، بس بقولك خلي بالك، عشان لو صاحبتك جواها انت هتتغيري بواحده تانية خالص، وهتدوس على كل الناس اللي بتحبك. ادعي يا ميسا ربنا يعديها على خير، انا خايفه قوي. النبي يا اختي ما تخافي، شده وتزول ان شاء الله. يا رب يا رب. انا اخر مره اسالك، البت دي حصل لها ايه؟ يا سيد ما انا قلت لك، طلع عليها عيال ربنا يجازيهم، ضربوها وخدوا اللي في ايديها وجريوا. ايوه ايه اللي حصل تاني؟ ايه اللي خلاها تخاف مني وتاخد روحها بايديها؟ ايه يا سيد اللي انت بتقوله ده؟ ايه زي الفل يعني، بس هي لما راحت الشغل وشافوا منظرها ده منعوها تطلع على الهوا، اتخانقت معاهم طردوها، فحست يعني ان الدنيا سودت في وشها ومستقبلها بيضيع وعملت اللي عملته. الكلام ده تقولي لي ابن اختك مش لسيد. اسمعي رحاب، انت ما تعرفيش تكذب عليا. صلاح لقيت في الموضوع ده؟ لا صلاح مال ومال الموضوع ده اصلا؟ ما بالراحه يا سيد، في ايه؟ يا سيد اختك رانا ايه؟ اختك فين؟ كان نفسي أول حاجة أشوفها أشوف ضحكتك اللي كانت منورة وشك. ليه أنت عملت في نفسك كده؟ ليه أذيت نفسك؟ أنا اللي محاولك، أنا اللي عملت فيك كل ده. سيدك كنت جنبك، ما كنتش أنسيت نفسك، كنت حميتك من الدنيا كلها. سامحيني يا بنتي، سامحيني. ايه رأيك؟ يرضيك كده؟ واحدة بين الموت والحياة، والتانية كنت بتتخانق معاها بره، والتالتة خطفها فودة. ايه؟ واخد على خاطرك ولا مكسوف؟ ازاي وشك كان بيبقى في وشي وعينيك في عينيا وانت بتقولي اخواتي في حضني يابا؟ هم دول اخواتك؟ ها؟ صوابعك عبد الله في كف واحد ما تفرطوش، اهو بتفرط واحد ورا التاني. لا يابا، هو انا صنت بنت بنتي وكنت قدها وشلت اخواتي في عينيا وكل الدنيا اتشهد على كده وخليتهم زي ما انت شايف كلهم. ايه اللي انا شايفه؟ حاجه تشرف؟ تشرف اي حد غصب عنه يا ابني، سيرتهم على كل لسان.
سيرتهم على كل لسان بالنزاهة مش بحاجة تانية. مش بالعافية، مش بالعافية يا سيد، دي بالذات بالأصول. وأنا رعيت الأصول. نصر هي اللي غلطت وراحت بعت نفسها، وآية ألف بنت ممكن يحصل لها اللي حصل لها كل يوم. وأخوك أحمد هتقول لي عليه إيه راخر؟ أنت مين قالك؟ كل اللي يهمك مين اللي قال لي؟ عشان ما تطلعش غلطان قدامي وانتقدك، مش كده؟ كل اللي يهمك صورة المعلم سعيد، ما تتهزش قدام أي حد حتى قدام أبوك. هيرجع ورحمة أمي اللي هرجع. إذا كانوا تحت إيديك وما عرفتش تحافظ عليهم هترجع لساح في بلاد غريبة؟ خلاص العوض على الله في ولادي وأولهم ابني الكبير. العوض على الله. معلش يا سيد، أبوك متعشم في خير. أنا ما أكلش العشاء يا ميسة. والنبي ما تزعل نفسك. السلام عليكم، إيه الأخبار يا سيد؟ الدكتور طمنا والحمد لله، يسلم خطوتك. في إيه يا سيد؟ ما بتردش ليه؟ في إيه تاني؟ أنت اللي تقولي في تاني يا صلاح. مش فاهم. أنت ليك إيد في اللي حصل ده؟ ما قلت لك يا أخويا ملوش إيد في أي حاجة. اسكت أنت يا رحاب. ما قالت لك ملوش ايد في حاجه، هيبقى ليه ايد ازاي يعني؟ امال ايه اللي جابك؟ ايه السؤال ده؟ في ايه يا جدع مالك؟ ماليش يا صلاح، اعصابي تعبان عشان ايه؟ معذور يا صاحبي، ربنا يطمنك. اليوم اجى الوقت اللي انتظرتوه كتير، راح تصيروا رجال الله وتقضوا على الضلال بكل صوري. كلنا على باذن الله. تقضوا على الضلال بكل صوري. كلنا على باذن الله. هذا الرجل عاس في الارض فسادا، خدع الاخوه المجاهدون وتعاون مع اعدائهم واعداء الله من كفار الدوله. مفكر انه بيقدر يوقف مشيئه الله في تاسيس دوله الخلافه وارتد عن دين الله. لا تحق له استتابه، وإقامة الحد هي مسلكه. حبيبتي الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا أختي. أيها الأخوة، بأيديكم سينال جزاؤه ليكون عبرة لغيره من الخولة. إذا قتلتم فأحسنوا القتل من شان يكون عبرة لغيره من الخولة. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر!
اكبر الله اكبر اضرب. كل اللي انا فاكراه وانا خارجه من الاستوديو، فجاه لقيت راجل شكله غريب قوي وهددني اني لو ما اديتلهوش الشنطه هيموتني. ربنا يهد دنيا واخره، الهي ما يفوق البعيد. ولما هو الموضوع شنطه، ايه الغباء اللي في وشك دي؟ ده زي ما يكون حد متضايق منك وبتجامد كمان. انا شاكه انها المذيعه لان هي كانت متغاظه مني قوي، بس انا برضو مش عايزه اظلم حد. معلش، قومي انت بالسلامه، بعد كده ربنا يعدلها. معلش، حقك عليا. بركه يا اختي ان انت فوقتي، ده كلنا كنا قلقانين عليكي. انا فعلا ما كنتش حاسه بنفسي خالص، بس فجاه حسيت ان حد بيصحيني، بس متهيالي كده كان حلم. اول مره في حياتي احلم ببابا. ده ما كانش حلم يا ايه، كان بجد. ابوك عايش. هي موجة ركبتك السوق يا نصرة؟ دي ببركة بحق ولا زعل؟ افهمها الاول واعرف اذا كنت بارك ولا زعل، ويتفلق بقى داغي وداغي اللي جابوني. عسل يا معلم، واللي في قلبك يا اخويا على لسانك على طول. اصبر يا اخويا وانا رستيك على الحوار. ماشي، قول يا شهرزاد. الست يا اخويا ناديتني وانا لبيت الندى، والنبي ما كنت اعرف حاجه، هي اللي قالت لي هناك. شوف ازاي. مش مصدقني؟ طب والله هو ده اللي حصل. خد لما اقول لك، اصل يا اخويا العشاء متقطع بينك بين الوليه وبين سعيد. اه والله، قالت بقى تركب حد السوق. الله، طب ما انا كنت قصادها. ملهاش بقى يا معلم، اصل انت ما تعرفش عقل الستات لما يقلبوا على رجالته. لو ركبتك انت حتكيته قراض، لكن بقى لو ركبت اخته المره هتكيده 124. سيد، انا بتاعك في العيش والملح والاخوه ما قلناش حاجه، لكن فجرت الصنف انا عبد المأمور. يعني ما دام موجه تقول لي ادي فلان اديله، ما تديش ترتمش مديله. وحياة جانب، انت انا جايب معاك من الاخر. وانا بقولها لك دلوقتي، كل البضاعه اللي عندك تلزمني. طب ازاي يا كبير؟ ما انت قديم وفاهم. البضاعه دي لمؤاخذه بتتوزع على 5 6 تجار من روس الحربه. عايزني اجمع كيف الشعب كله واحطه لك في حجرك؟ دول لمؤاخذه يقرمشونا. ما انا لمؤاخذه برضه هقرمشك لو ما سمعتش منك الامين. طب بأمرت ايه؟ بأمرت ان السوق كله بينسحب من تحت رجلين الرجاله، واللي هيسوق بعد كده النسوان، فهمت ولا نقول كمان؟ اسمع، البضاعة اللي عندك كلها دلوقتي اتبات في المخازن النهارده، والمهر جاهز. طب ومدام موجة؟ مالكش فيه، حمايتك من موجة واجبة مني. بلغ المعلمين ان مخارست بيظبط السوق، وشوية وهيحين. مشكلتي معاك ان البت جنى قالت لي ما تزعلش يا عم حسين. يبقى مبروك. وانت بقى يا ست الستات، شايفة نفسك يعني تعرفي تدوريها؟ السوق معقرب ودخانيه كتير. من 10 الأم يا معلم. وبعدين، ما هو انت برضك ضهري وكلامك على راسي. بس انا كده حابه قدام الناس ايه يا نصرة؟ جوز الست؟ بعد الشر عليك يا اخوي، ينقطع لسان اللي يقول كده. الله، يا راجل بقول لك انت ضهري. انت الحلقه دي موجة دي هناك عند مامور، تركب نصرة، تركب نوسة لما شفيه. وبعدين معلمة ايه البضاعة ورجالة، والبضاعة بقت في حجرة، والرجالة مستنيين إشارة أبو خاتم. يعني على طلعة النهار نسلم ونستلم ونخلص. نخلص مين؟ وأنا قلت لك تدي كلمة لحد ولا تبات مع غيرهم؟ بس سيد، ما قلت إن أنت ما تقولش، أنت تسمع وبس. ولو موجة سألتك على البضاعة تعمل تاني؟ طب ما تلاقيني أنت وترسينا الحوار، وبعدين بضاعة شين دي هنعمل فيها إيه لا مؤاخذة؟ هتتصبر. لإمتى؟ لحد ما يجي لها عدلة. ما ترسلني يا سيدة، احنا مصلحتنا واحدة يا جدع. ما عشان مصلحتك معايا بقول لك استنى ما يجي لي عدلة. سند ومستنى. على وضعك يا طارق. ولا هيقدر يعمل حاجة. بس ده ما كانش اتفاقنا يا نصرة. اتفاق
اتفقنا انه يقع. واركب انا مش تركب انت. وانا وانت احنا الاثنين واحد والكتر حلوه برضه. لا مش واحد يا بنت النهارده، ده احنا 100 مقامي فيهم 99.5، الباقي يخصك. واقل منه يا معلم، المقام كله ليك، بس سيب لي نفسك وخليك معايا. عملتها من قبل مع اخوك يا نصرة ولقيت روحي في حديد، لانه كان باصص في ملكك وطمعان فيك، لكن انا يا اخويا بطمعك فيه. قلت ايه؟ استبينا استبينا يا ست المعلمين. ما الحسبة عنا بقى، هي مستنين ايه؟ مستنين سيجا. شكلك لسه واخد جنب يا سيد، ده انا كنت فاكر ان احنا رجعنا القديم. ليه بس يا صلاح؟ ما انت معايا هوجة فكتي. معاك اه، بس قاليها في عينيك، انت لسه شايل من الوعي اللي كاتبينه ومحرص كده في كلامك معايا. ولو مخونك ادخلك مطرحي واعرفك اللي مخبيه عن الخالي. بحق يا سيد. بحق يا صلاح. طول عمرك اخويا يا جدع، وعشان كده انا هربط في ظهرك زي الاول واكتر، عشان لو جات لك ضربه وانا موجود تعرف ان هي نفدت في لحمي قبل ما توصلك. ماشي يا صلاح، بس لحد ما يجي ميعادها لازم تبقى عارف كل اللي شفناكم وديكم تاني. اخوك سداد، تقلقش. طب اسمع، فوضى ونصر ابوك كل واحد فيهم تمام غير التاني. مش قريك. انا هقول لك، ضربه موجه تحل اذاه عننا، وفوضى نجيبه تحت رجلينا، لكن نصر حاسس بيك يا صاحبي، كل من تحت راس الشيطان اللي اسمه فوده انا عشرته وعارفه، بس انت عارف اختك اصلها طيب، هي بس الشيطان وزعها. معلش مسيرة تفك من شيطانها وتفوق، بس لحد ده ما يحصل لازم تعمل كل اللي تقولك بالصمتي. قلتلك اخوك سداد، متقلقش. وحشني ابوخ. السمسار اللي جاب خيك هي موجود هون بلبنان ومخيم اللاجئين، وهو اللي دخلوا على سوريا مع مجموعة شباب جهادية، ومن بعد ما دربوه أخدوه على ليبيا لحتى يشارك بعمليات جهادية هناك. ليبيا؟ هي بفاس مصر دلوقتي بتبيع وتشتري في الشباب عادي؟ ده بزنس يا صاحبي، ما تعرف له أول من آخر، بس المهم أنه نقينا الخيط اللي ممكن يوصلنا لطريق خيك. مفيش حاجة اسمها ممكن، في حاجة اسمها لازم، لازم تعرف لي هو فين بالظبط، أنت فاهم ولا لأ؟ ماشي، هيحصل، اطمن، أنا إن شاء الله برجع بحكيك. باي باي. يا بنت هاتي اللي في عيبك، ما تخافيش، ده انت اختي، وزي ما سيد مربيكي من ساعه ما وعيتي على الدنيا انا برضك اللي استلقفتك من بطن امك. اسم الله عليك يا اخوي، اديك قصرت السكه وجبت من الاخر. كرامه ليا انا بقى، عاوزه حبل الود اللي ما بينكوا ده يتقطع، تحل ظهرك عنه شويه. كلام ايه ده يا ميسا؟ ده جوزك عايز انا اديله سكينه في ظهره. قالوا لك عن حماده الطيب كده برضك يا واد اهبط. انا قصدي خير، انا نفسي ارد عن سكه الحرام اللي هو ماشي فيها دي، وطول ما هو مسنود عليك وعلى اللي زيك عمره ما هيفوق. حل عنه يا طيب، يمكن لما يا اخويا يحس ان هو لوحده يفوق. يا بنت انت مفكراه عتبة رزق انا مشاركه فيها؟ يوم ما هيسيبها هتفرط منه ويقول توبه. سيد لو مش عايز يحل نفسه من السكه دي مش هيحل نفسه. وبعدين لو انا سبته بألف غيره هستلقاه ورا مقص. مالكش دعوه بغيرك، خليك في نفسك يا طيب، اسحب نفسك انت بس من الموضوع وخلي الباقي عليا انا. ودينا بنحاول. جرايه ميسا، ما قلنا ما وقفتش عليا يا ام. وانا قلت لك ان هي وقفت عليك يا طيب. يبقى تسمعي النهي. انا من يوم ما وعيت على المخروبه اللي احنا عايشين فيها دي وانا بطولي، كل ما احاول اشب عشان اطول العز اللي الناس كلها شايفاه بقى على بدور رقبتي. مش لوحدك يا طيب، محدش مولود في بطن امه على هنا، كلنا يا ما شفنا. مش زي انا، يوم ما الدنيا ضحكت لي خلتني كلب فوده، وفضلت مايم معاه في الهادي لحد ما هبرت منه الهبره الكبيره. بعد كده الموج حدفني على بوخارست وديني ماشي معاه في سكته لحد ما هعبر الهبره الاكبر. عايزاني بعد كل الذل اللي شفته في حياتي ده اقول لا؟ ينفع؟ ينفع يا ميسا؟ بقى كده يا طيب. شوف يا ميسا، انا طول ما مصلحتي هتبقى مع سيد بوخارست هفضل معاه يا ماما، وانت لو بتعزيني بصحيح هلني من نفوق. بقول لك ايه طيب، ما كفايه بقى تركب نفسك الغلط وتعمل لك وقفه. وقفه؟ وانت ما ركبتيش نفسك الغلط لما رحتي الفوضه ورميتي نفسك في حضن وسيد لحقك؟ وقفه مين ياما؟ الوقفه في العين. كل سنه وانت طيبه.
تكبرنيش على حاجة، أنا عمري ما هكون واحد منكم، طلعوني من هنا. أنت كمان راح تترك دولة الخلافة يا أحمد؟ ما بيكفي اللي عملته؟ اللي أنا عملته ولا اللي أنتوا عملتوه؟ نحن وفينا بعدنا مع الله وأنت خالفت وخسرت. خسرت أول فرصة تثبت بيها ولائك لدينك. ديني اللي أنت بتتكلم عنه؟ أنت بتسمي القتل بالطريقة دي ديني؟ إيه اللي يا أحمد؟ بعمرك فتحت المصحف وطلعت على آياته من قبل ما يعلمهولك، وانت مين انت عشان تكلمني في الدين؟ احنا كنا بناكل وبنشرب وبنعيش ونموت ونصبر روحنا على موت اللي بنحبهم بكتاب ربنا، انت مين انت عشان تكلمني عن كتاب ربنا؟ الغفلة يا احمد، ما اخدين من كلام الله الا اللي بيطمنكم. لو كنت قريته صح وطلعت آياته كنت عرفت ليش ربنا خلقنا على هذه الارض، مهمة إلهية لابد من تنفيذها. خلقنا عشان نعبده مش عشان نموت الناس، عشان نعمر الأرض مش نملاها دم، عشان نهدي الناس الناسين ونفكرهم بيه يمكن يخشوا الجنة. هو ده كلام ربنا اللي أنا فهمه؟ ده كلام الفاسقين. ربنا خلقنا على هذه الأرض خليفة من شان نكافئ اللي بيمشي على طريق المستقيم ونعذب اللي بيخرج على أوامر الطاعة. انتوا ناس مرضى بتبرروا الكابت اللي جواكوا على انه كلام ربنا. انا مش ناس انا كنت ايه قبل ما اجيلكوا هنا، ما هم دول الناس اللي انتوا بتعرفوا تجيبوهم وتضحكوا عليهم عشان عاملين زيكم كده، اضعف من هم يواجهوا الدنيا. فهتعملوا ايه؟ هتولعوا في الدنيا كلها وتموتوا الناس؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والتقوى بتنفيذ اوامر الله، وهذه الاوامر هي الحفاظ على الدولة الاسلامية متماسكة وتطبيق شرع الله. أنا ما أعرفش الكلام ده وما قبلوش. لأنك صرت منه يحق عليك ما يحق علي. صلاح أنا كنت عايزاك في كلمتين من فضلك. تفضل. صلاح أنا عايز أشكرك على اللي أنت عملته مع أي أختي، وعايز أعرف يعني أنت ما قلتش لبخاري استلي على اللي عرفته. ليك حق، بس أنا عيني جابت آخرها. لو كنت قلت كان أختك هيحصل فيها حاجة من الاتنين، يا أخوك سيد هيسمي ويذبح، يا إما تعيش مفضوحة طول حياتها ومحدش يعبرها. مش عارفة أشكرك على جدعنتك معاها ولا تأسف لك على اللي هي عملته معاك. لا ده ولا ده، كلنا بنغلط وربنا بيسترها. متشكرة قوي يا صلاح، بجد مش عارفة أقول لك إيه. ما تشكرينيش يا رحاب، أنت الوحيدة اللي أنا عمري ما عملت معاها حاجة تشكرني عليها. عن إذنك. اتفضلي. أنا سبت أمي يا خال وجيت لك عشان أكون جنبك بعد كل اللي قلته لك عمر. ده حوار حصل زمان بينك وبين أبويا، أمي السبب، بس أنا غيركو، أنتوا الاتنين بتتكلموا على حد شفتوه، هي حبته وأنت كرهته، بس أنا بقى إيه؟ أنت ابني واللي بينك وبين عمر ما يتقطع حتى لو مات. بس اللي بيني وبينك أكتر، أنا موعدش عليه، ما حبيتوش زي ما العيال بيحبوا أهاليهم، ما دخليش في خناقة ولا حتى خرجني من حبسة، بس أنت عملت أكتر من كده، أنت أبويا اللي شفته يا خال، شفت حنانه وحنيته على عليا وعلى إخواته، يبقى اللي بينا هيكسب. جاي بتقولي سماح؟ بعد كل اللي عملته فيك طلع قلبك احن عليا من امك. مش موضوع حنيه، بس انا مش عارف اغلطك عشان انت فعلا بتحمي البيت زي ما قلت زمان، عملت زي لما الطيب حاول بس يأذي امي، عملت زيك وجبت كرشه. اسمع عمر،
امك محتاجه لك، ما ينفعش تسيبها، خليك جنبها. امي محتاجه مصلحتها. زمان امي ما كانتش عاوزاني، بس النهارده بعد اللي شفته منها انا اللي مش عاوزها. روح فين يا اخي؟ تروح لامك وتخليك جنبها وتخلي بالك منها. ولو امك مبينه الاسوء اليومين دول فده بسبب اللي حصل بيني وبينها. ما تخلينيش احس اني يتمتك مرتين، مره لما حرمتك من ابوك، والمره التانيه لما قهرت امك وعملت منها واحده مش عارفه تحن عليك. حاضر يا اخي، روح لها ابوس رجليها كمان لو ده يخليني مصدقكم، بس انت مانيش في الشارع تاني. شارع؟ شارع مين يا قط؟ ده بيت جدل، يعني بيتك. والنبي يا خال ما تسيبنيش، ده اللي ملوش كبير بيشتري له كبير، وانت كبير ابوس ايدك ما تسيبني. خليك سيد قط ما بيبيعش اللي منه. سريع دير بالك. ايوه يا سيد، انا احمد. احمد انت فين يا احمد؟ مش مهم يا سيد، مش فارق، انا بكلمك من وراه. طب اسمع، انا مش عايزك تخاف منهم، انا خلاص قربت اوصل لك، انا عارف انت مع مين. قول لي بس اي علامه انت فيها، قول لي انت فين وانا هعرف اوصل لك واجيبك. سامحني يا سيد، مش وقته، انا كلفت ناس تدور عليك وتجيبك وتعرف مكانك، ورحمة أمي اللي هجيبك من وسطيهم وكلهم بالتراب اللي ماشيين عليه. بس قول لي أنت فين؟ اسمحني يا سيد عشان مفيش وقت لو سمحت. أنتوا كلكم وحشتوني يا سيد. كان نفسي أبقى معاكم وأكون في أوضتي دلوقتي. عشان صوتكم أنتوا بتزعقوا لي وتتخانقوا معايا. كنت ببقى مطمن. خلي بالك على إخواتي يا سيد. خلي بالك على البنت رحبتي، خلي بالك، مكانش ليها غيري، دايما بتقعد تحكي لي. اسمع! اسمعني، انت هترجع، رحمة امك اللي هترجع، انت فاهم ولا لا؟ انا ميت يا اخويا خلاص. لا انت مش ميت، مش سيبك تضيع مني، انت بالذات مش هتضيع مني، انت فاهم ولا لا؟ ابوك عايش، ابوك عايش وعايز يشوفك، عايز ياخدك في حضنه، سمعني ولا لا؟ معنا يا سيد، والله العظيم لازم تعالى عينيك ستلقى جزاءك. قتلتم فأحسنوا القتل لشان يكون عبرة لغيره من الخوف. الله أكبر.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر